أعلن المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجضارف نفيس سانوح قرب افتتاح أسواق المحاصيل ببورصة الجضارف. وأكدت المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجضارف أن حصاد محصول السمسم اكتمل بنسبة عالية، وتوقعت وزادت افتتاح الأسواق في القريب العاجل. وفي سياق منفصل قالت نفيسة إن وقاية النباتات وإدارة الإرشاد الزراعي بالولاية تبذلان جهودا مقدرة لتفادي الآفات التي تفتك بمحصول السمسم بتجهيز المبيدات ونشر الوعي لطرق استخدام المبيدات والتخزين. أعلنت وزارة الطاقة والتعدين تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية بالوزارة وشركاتها. ونص قرار التشكيل الممهور بتوقيع وكيل الوزارة نص أن اللجنة تختص بمراجعة كل الملاحظات الواردة في تقارير المراجع العام حول المخالفات الإدارية والمالية للوزارة وشركاتها، فضلا عن حصر كل المخالفات والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها. ومنح القرار اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من المراجع العام أو الشؤون القانونية في الشركات التابعة للوزارة، وشدد على رفع تقريرها خلال أسبوعين من تاريخ القرار الصادر في 28 من أكتوبر الماضي. أوضح المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بشمال كردفان محمد الحافظ الشريف أن عمليات حصاد السمسم تسير بصورة متواصلة من قبل المزارعين بكافة مناطق الولاية، وأشار إلى أن التوسع في زراعة السمسم يعزى إلى قناعة المزارعين بأهمية المحصول ودوره في الصادرات من المحاصيل النقدية، وكشف عن جملة المساحات التي تمت زراعتها خلال الموسم الزراعي الحالي بالولاية والتي بلغت 4 ملايين فدان تمثل نسبة 50% من المساحات المزروعة التي بلغت 9,725,000 فدان. وأضاف الحافظ أن محصول السمسم بدأ الآن يرد إلى بعض أسواق المحاصيل بمحلية الرهد أبو دكر وأم روابة، وأكد أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن الموسم الحالي سيكون أفضل من المواسم السابقة.